السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. رؤيه وانسجام، وده كان واحد من الاسباب اللي برر بيه الحقيقه سولشاير تراجع النتائج مان يونايتد في ملعبه في هذا الموسم، لانه خسر في يلعب في الدوري هو الحارس هندرسون. تمريره حلوه قوي لجرينوود، ولكن طويله امامنا. ادي كافاني راهول طبعا للمباراه النصف النهائي، والهدف المبكر كافاني، الهدف رقم 50، هدف الاوروبي رقم 50. ادرسون كافاني يفتتح التسجيل بعد مرور 6 دقائق امامنا هنا مسرح الاحلام، وعوده امامنا ريد ديفلز، عوده الشياطين الحمر في اخر. واشبيليا سحب الرقم القياسي، وضربه راسيه حلوه ضربه راسيه امامنا هنا من اللاعب الفنزويلي، اللاعب هيريرا اللي كان في اللقطه اللي فاتت المشوار الوصول الى هذه المرحله. والرد، الكره حلوه، فريق مميز امامنا اهو، كره مسدده، ولكن كره امامنا من الأرسنال. تسديدة ممتازة وكرة جول، الهدف الأول في المباراة. بوكايو لامور يسدد، القائم يعيد، والهدف الأول خلف جدار دفاع سلافيا، يحافظ على الكرة. لاكازيت، جول! لاكازيت لم يضيع، وضعها في مرمى الحارس كولر، وأشعل النار في أثواب سلافيا براغا. المدفعجية بالرصاصة الثانية، ساكا والمرور، جول الثالث والتسديدة، ساكا الثالث، يا الله! ساكا الرصاصة الثالثة في الدقيقة 23. بروبي جول أجاكس أمستردام السجن عن طريق الأسمراني، خروج باولو باس، بروبي هذا كرة بالشبكة، وأخيرا اهتزت الشباك في الأولمبيكو. أجاكس أمستردام جميلة، سامويل مواجهة مباشرة مع حارس المرمى، الكورة لكن يلغى بداع التسلل، وفرح على تكتمل لفيريال، كرة رائعة بينية داخل منطقة الجزاء، يتوغل يتقدم يحاضر مورينو، جول! هدف ثاني جيرارد مورينو، صانع الأماني لنادي فيريال، يظهر من جديد ويضرب بقوة.
تخرب اللعبة والحسابات صح؟ صح ولا لا شباب؟ يلا واحد ضد واحد في ذي اللحظات، خلي بالك هذا ما يرى. اوه اش مالك السي خي السي امير؟ ما كاينش كي صوند الصوت هذا، ما كاينش نسمع صوت. هو يدير فيها هذا باطل، بقى يشوف الكاميرا نصاع. سي قلب على الاخر فين كاين؟ الاخر يكون كيسمع الصوت دابا زعما ديال السلاح ولا لا؟ سمع الصوت وتخبع. سي زومي من تما، من تما راك تجيبو. سحبني مازال فوق. متى الروم؟ الحين الحين يا صديق. دارك هنا موجود، واحد ضد واحد في هذه اللحظات. وراك العدو يا صديقي، وراك الدارك، وراك يا ولدي. ماذا تفعل وماذا تصنع لوكو؟ الضربة الأولى الثانية، رونالدو يلقي الموقف. الله يخرب بيتك وبيت رونالدو. التمانو